دي ماك وقف وخسامه سيدي حسين انت سيدي حالات سيدي طلعي فقط مشيت في على دار ما عارفه والو هادي أهلا وسهلا بكم متابعي قناة شوف تي في في هذا المباشر الجديد من مدينة الدار البيضاء ودائما من قضية محاولة اختطاف وفي هذه اللحظات تدخل نجدة لغط القلب الأطراف ديال هذه القضية هذه اللي هما الفتاة أفقت الصديق ديالها أو الخطيب ديالها هما نوبة تدولو خطيب نوبة تدولو صديق وكذلك المرافق ديالو والشخص صاحب السيارة زرقاء اللون اللي حاول أنه يختطف الشابة اللي كانت معاه. كيف تشوفوا رجال الامن صراحه تقوموا بواحد العمل جبار وما احسن عنوانهم كيف نقولوا لان بعد نوبات تقوم 20 ناس تقوموا السكر فاقدين للوعي تقوموا بعد التصرفات تدخلوا في الصغار مع رجال الامن تيسبوهم تيشتموهم كما شفنا هذا الشخص هذا اللي بدا تيسب وتيشتم في رجال الامن ديال فرقه الطاجين من منطقه امن انف كما شفت في ديال التحويل في هذه اللحظات في هذا المباشر من مدينه الدار البيضاء هذه لحظه نقل بعض الاطراف هذه القضيه ديال الاختطاف اللي حسب ما سقسينا الامر من عند بعض الناس اللي كانوا في عين المكان ان كان واحد الشخص وصديقته او خطيبته نوبة تقولوا صاحبته نوبة تقولوا صديقته نوبة تقولوا خطيبته كانوا غاديين معاهم واحد صاحبهم رفيق ديالهم ثم وقف لهم واحد شخص اخر عابع هاد السياره الزرقاء اللي كتشوفوا وقال لهم واش بغيتو نوصلكم انتم ثلاثه د الناس ما تقدروش تمشيو في الدرج انايا وكدا ومني طلعت معاه الفتاه تحاول انه ينوض بالفرار بها وتعقبوه ووقفوه ودابزوا معاه دخلوا معاه في عياد ثم تم
كان واحد التدخل عاجل ديال رجال الامن اللي تمكنوا من التوقف ديالهم. يعني في هذه اللحظه هذه ثبت معنا لحظه النقل ديال هاد القاف هادو لمحس احد استمعار. وهذا الشخص هذا اللي هو رفيق ديال الشابة بقى في عين المكان، لان كيف عيننا حنا يعني مباشر انه اللي كان مصفقد الايدي بدا تيضرب فراسو مع الدراجة ديال رجال الامن وبدا تيسب وتيشتم رجال الامن. إذن الله يعاون هاد رجال الامن هادو اللي تيسهروا ليل ونهار، هما الأعين التي لا تنام، تيسهروا على الطمأنينة ديال المواطنين ديال الشعب المغربي. دخلنا كيف سبقت لي أذنت أنه دخل معاهم في السب والشتم وبدا في راسو، لهذا خص تجي سيارة الإسعاف باش نحن المصفى. إذن تبع قناة شوف تيفي إلى هنا، أستودعكم الله وإلى اللقاء في برنامج آخر إن شاء الله.